السلام عليكم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في ذوق بنا. نتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. جمعة مباركة البنات. بعد بسم الله وصلاة على رسول الله، اليوم في الكوزينة نحضروا خبيزات بالدند. تفضلوا معايا، هذه المقادير. لهنا كنت حطيت في الأشواغ لي زيسكالوب دو دند، قطع أو شرائح الديك رومي. ضفت لها البصل، حبة بصل صغيرة قطعتها إلى الأربعة، والمعدنوس والبهارات. بعد ما حينا كلش البنات نفصلوهم. هذا هو الخبيزات نتاعنا. وبعد ما كملنا كامل الخبيزات البنات وجدناهم، نحطوا المقلة على النار، نحطوا فيها زوج مغارف كبار نتاع الزيت ومغرف كبيرة نتاع لا مارغرين. بعد ما يسخنوا لنا نقصوا للنار ونحطوا الخبيزات نتاعنا يغلاو. نحمروهم على جهة ونقلبوهم على الجهة الثانية. ولهنا الخبيزات نتاعنا راهم قريب يطيبوا. نقدموهم مع دي فريت. لهنا كنت درت بطاطا مقلية البنات كما راكم تشوفوا، كنت حطيتها في بابي ابسوربون باش نفصلها هذيك الزيت. هنا نحو الخبيزات نتاعنا، راح نشوفوهم في صحن التقديم. هنا طريقة التقديم. ولهنا البنات حطيت هذوك الخبيزات في اون اسيت بلات كما راكم تشوفوا البنات. ولهنا قدمتهم مع سلطة طماطم. لهنا لا طوماط البنات غير قطعتها وضفت لها سنينة تاع الثوم قطعتها معاها. لهنا ما تاسيزونوهاش البنات غير بالملح، نقدموها بالملح فقط مع هذوك لي غالات ولي فخيت. هي وجبه صيفيه خفيفه وبنينه بزاف. تقدروا تقدموها مع الفلفل الحار والمعدنوس. شهية طيبه في امان الله وحفظه.